وتنضم إلينا عبر سكايب من مدينة ستوكهولم في السويد الناشطة والمدونة نور القيسي. سيدة نور، أرحب بك معنا. يعني بداية، كيف تعلقين على المواقف التي صدرت عن رجل الدين السيد مقتدى الصدر بشأن فتيات شاركن في التظاهرات ودعا للفصل في هذه التظاهرات بين الجنسين؟ بصراحة زينة، هذا الموضوع جدا متوقع من رجل دين وزعيم سياسي مثل مقتدى الصدر. مشاركة المرأة في هذه التظاهرات بالذات زادت من الزخم المعنوي لدى زادت من زخم التظاهرات، بالإضافة إلى أنه مشاركة المرأة هذه المرة بهذه القوة وبهذه الكثافة قوضت سلطة رجل الدين التي تحاول الأحزاب منذ 16 سنة تحويل العراق إلى دولة من دولة مدنية بها تنوع إلى دولة دينية. فهذا الانهيار وهذا التخبط التصريحات وهاي البيانات المتخبطة واللي بعضها أيضا كانت جارحة وخابت بأعراضنا جدا متوقعة. هل تعتقدين بأنها حملة للتسقيط للالتفاف على الأهداف الأساسية للحراك الشعبي؟ طبعا هي حملة للتسقيط، لأنه يعرفون جيد جدا أنه مجتمعنا شوية حساس من 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 ناحية السمعة أو مشاركة النساء أو الكلام اللي يدور حول النساء، لذلك هم معولين كثير جدا إنه الأهالي يسحبون بناتهم أو يمنعوهم أو يتم ممارسة العنف ضد النساء الموجودات في ساحة الاعتصام وسط صمت إعلامي وصمت اجتماعي وبمباركة اجتماعية. نعم، هو التفاف واضح على المطالب. سيدة نور، دعيني أناقش معك اتهامات لمن هم في الخارج، يقال بأنهم يحاولون التأجيج وبث الفتن نظرا لما يتمتع به العراقيون المتواجدون في الخارج طبعا من حرية التعبير وارتفاع سقف التعبير وحرية التعبير. طيب، هذا الخطاب مقارنة مع الخطاب بالداخل قد يعاني نوعا من التناقض، كما تحدثت، المجتمع حساس، هناك عادات، هناك تقاليد، هناك حتى أنه إشكالية في التعبير بشكل صريح عن بعض السياسيين. ألا تعتقدين بأن التقليل من هذا الخطاب الصادر من العراقيين في الخارج قد يساعد هذا الحراك الشعبي على النجاح خلال الفترة الحالية؟ لا، ابدا ابدا. العراقيين بالداخل يعني ما عندهم ذيك الحريه بتناول المواضيع ومناقشتها واثاره الاسئله والبحث عن الاجوبه مثل ما نملكها احنا عراقيي الخارج. اوكي، يعني أكثر شيء يعني يؤذينا هي الاتهامات والتصريحات، لكن العراقيين والشباب خصوصاً. ما هي أكثر الاتهامات التي وجهت إليكم سيدة نور غير التأجيج؟ جوكرية. ما المقصود بالجوكرية؟ ما هي صفات الجوكرية؟ الجوكر هو الشخص اللي يعني بالنسبة لهم السايكوبات، المخرب، الشخص اللي يعتاش على الدم. يبدو أنهم ما فاهمين الفيلم بشكل جيد وكذبوا الكذبة خطايا وصدقوها. العراقيين بالداخل والشباب بالداخل ما يقدرون يحجون اللي احنا نحكي، ما يقدرون يطرحون المواضيع ويوراون العالم الاشياء اللي دا يتعرضوا لها من قتل وخطف وتنكيل وضرب مثل ما احنا اللي بالخارج نقدر نعرضها. ولكن على مواقع التواصل سيدة نور، هناك يعني الكثير من العراقيين عندما يعبر اي عراقي عن رايه في الخارج تجدين الكثير
كثير ينهل ضده في التعليقات وكأنه عايش في مكان آخر، يعني ممتاز في الخدمة ويمتاز بحرية الرأي والسقف العالي للحرية ويتمتع بكل شيء، وليس هو هذا نفس الشخص اللي يدعم هذه التظاهرات لعدم تمتعه بأي حرية وبأي خدمات، والوضع يعني المأسوف عليه الذي يعيش فيه في داخل العراق. عزيزتي زينة، الحكومة من قلت لك من فترة طويلة جدا تبني جيشها الإلكتروني بالإضافة إلى جيشها الموازي للجيش العراقي في داخل الأرض العراقية. هذا الجيش الإلكتروني مهمته تسقيط، تكذيب، إنكار المواضيع، يعني إنكار الحوادث وملفات الفساد، المدافعة عن الفاسدين، يعني الترويج لهم بشكل آخر. يعني لا أعجب، بالإضافة إلى أنه أكو عراقيين يعني للأسف من المجتمع عندنا خايفين من التغيير، خايفين من الجاي، خايفين من ما قد تؤول إليه هذه التظاهرات. لكن ما ستؤول إليه هذه التظاهرات لن يكون أسوأ من مما آلت إليه الأمور الآن. ممتنة على حضورك معنا عبر سكايب من مدينة ستوكهولم في السويد، الناشطة والمدونة نور القيسي.